اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله سابقنا وقائدنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقربنا إليك يا ربنا بتلاوة كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين العاملين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين صلاة من رحمتك يا ربنا آيسين صلاة من رحمتك يا ربنا آيسين واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم. يا مؤلف القلوب ألف بين قلوب المسلمين يا مطهر القلوب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأذهب غيظ
قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا وقيل
تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. يا ارحم الراحمين امرتنا بالتصدق على فقرائنا ونحن فقراءك يا الله، وأنت أولى بالتصدق علينا، فاكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الحاضرين معنا خاصة والمسلمين عامة. يا معتق الرقاب اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم احفظهم كما حفظت الأولين ونجهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظهم كما حفظت الأولين ونجهم بقوتك يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا